النادي الاهلي مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، يحيى طيط الله ده في الدفاع، في الوسط مروان عطيه واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه، وفي الامام حسين الشحاته، بير ستاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. كابتن محسن، رايك في تشكيل النادي الاهلي اللي بيبتدي النهارده بيه مستر كولر امام البنك الاهلي؟ هو طبعا حراسه المرمى فيها تغيير. شوبير النهارده روتيشن، محمد الشناوي بيريحه وبيدخل مصطفى شوبير. ما فيش مشكله، ما فيش فروقات في الخبره عند الشناوي، محتاج مثلا ممكن يرتاح شويه، يقوم شوبير يشيل المسؤوليه شويه، لانه ضغط المباريات ممكن يعمل اجهاد ذهني لاي لعيب. فالحراسه في مأمن في النادي الاهلي، ما فيهاش اي مشكله. خط دفاع خالد هيعود الى مكانه الطبيعي اللي النادي الاهلي تعاقد عليه انه يؤدي هذا الدور. هو تاه كتير، او مستر كولر بعده كتير عن الحته بتاعته، لعبه قلب دفاع، لعبه باك شمال، وبالاخر هو راح لصنعته. الصنعه بتاعته هو باك يمين. اتمنى ان هو يعني يؤدي المستوى المأمول منه او المعروف عنه. ياسر ورامي ثنائي متفاهم لما بيكون في كامل اللياقه، لكن لما يكون في اصابه وابتعاد وعوده بتحصل ربكه بعض الشيء، زي ما حصل في المباراه الماضيه. يحيى عطيه الله في كل مباراه في تحسن وفي تقدم، حاجه مكانه في الحته الشمال يحيى عطيه الله، بيثبت اقدامه وبياخد ثقه، وكمان الفريق بياخد منه، بيديله الثقه ان هو ممكن يعتمد عليه في حاجات كتيره. مروان وكوكا اتنين محاور في قلب الملعب، اثنين بيعملوا الدور الدفاعي، التغطية، الميلان، الرقابة، وبالتالي تأمين خط الهجوم وإعطاء الفرصة لقفشة مع الشحات مع بيرستاو للسيطرة وبناء الهجمات في نصف الملعب. وأنا أعتقد أن الثلاثي ده قادر على أنه هو يخلق فرص كثيرة، خاصة الشحات بقاله فترة في أحسن حالاته، ممكن استغلاله بشكل جيد. وبيرستاو عنده الكثير على فكرة الولد ده. أنا معتقد أو أعتقد أو أشوف أنه لو تم الجلوس معه ومعالجته نفسيا وتوطيد العلاقة بينه وبين المدرب، ممكن يدينا أكتر. ليه؟ لأنه هو ادانا أكتر. أنا إمتى أقول اللاعب ده فاشل؟ لما أشوفه أرقامه ما تبقاش مميزة معاه، لكن أرقامه مميزة. لما اشوف لاعب جديد والاقي مستواه نص نص، اقول لا ده نص نص. لكن لما يجي لي لعيب واشوفه جيد جدا وادى معايا مواسم ناجحه جدا وبعدين هبط مستواه، هبوط المستوى ده مش من اللاعب، يبقى لابد ان ابحث لماذا هبط مستوى هذا اللاعب. هل هو اهمال من المدرب؟ هل هو اهمال من اللعيب؟ هل هي اصابه ابعدته ومش عارف يرجع تاني؟ ما اعتقدش الولد ما أصيبش إصابة جسيمة عشان يبتعد بعيد جدا. ولكن خمس دقائق في جلسة ودية مع المدرب ممكن تعيد اللاعب ده مرة تانية. كهربا الحمد لله يعني فطر المباراة اللي فاتت في رمضان، كان عنده طويل شوية، نتمنى ان هو تعود له ذاكرة التهديف كما عادت المباراة السابقة، ونتمنى ان زملاته يساعدوه بإهداء كرات سهلة ممكن يتعامل بها. وتبقى مشكلة الحركة واللياقة، هي دي اللي بتنقص كهرباء، واللي لابد ان هو المباريات زي ما قال المدير الفني، لانه لابد ان هو يقوم بالدور بتاع الضغط الدفاعي الامامي اللي بيلعب بيه النادي الاهلي. تمام كابتن هاني، واحنا بنتكلم عن الروتيشن اللي دائم في فرقه النادي الاهلي وريتم المباريات، النهارده مشاركه مصطفى شوبير مهمه. اخر مباراه اشترك فيها كانت امام سيراميكا في السوبر المصري النهار، وبعدها لعب محمد الشناوي، النهارده رجع مصطفى شوبير علشان الراجل برضو يكون عنده اثنين حراس جاهزين لمصلحة الفريق. أنا شايف شيء رائع الحقيقة، يعني محمد الشناوي طبيعي رقم واحد في مصر والنادي الأهلي، لكن كمان مصطفى شوبير قدم مستويات رائعة خلال الفترات اللي فاتت. مهم جدا أن حارس المرمى كمان يبقى رجليه في الملعب، لازم يكون موجود ما بين المباراة للتانية. ما بقولش الروتيشن ده كل مباراة بتغير حارس المرمى، لا، لكن على الأقل كل 3-4 مباريات، في مباريات في الكاس الرابطة موجودة، في مباريات قد تكون جاية في وقت جاي كاس مصر في كاس الدوري. مصر وده ما بيقللش، يعني ما بنقولش يلعب المباريات البسيطة، لأن الحقيقة شوبير أدى على مستوى حتى أفريقيا أدى بشكل جيد. لكن لما يكون عندك ده مكسب حقيقي للنادي الأهلي، حراسة المرمى عندك
ثلاث حراس موجودين في منتخب مصر وولد كمان صغير مصطفى مخلوف، فانت الحقيقه ما عندكش مشكله الحقيقه. وانا بستغرب جدا من الناس اللي بتتكلم على مشاكل في حراسه المرمى النادي الاهلي، ما بين ده او ده يخش او ده يقعد او ده يطلع. الحقيقه ما عندناش الجزئيه دي، احنا بنشتغل فيري بروفيشنال. الشناوي طبيعي رقم واحد في مصر والنادي الاهلي، لكن كمان مصطفى شوبير حارس مرمى رائع، ومهم جدا جدا انه ياخد فترات من خلال المباريات، يقدر يكون موجود في اي وقت، لانك تاني النادي الاهلي دخل على بطولات كثيره جدا. من الوارد لا قدر الله ان الشناوي في مباراه كبيره يحتاج اللعيبه كلها، وبالتالي يكون على الاقل بيتواجد وبيلعب ماتشات واخد حساسيه المباريات، ده شيء مهم جدا جدا جدا. تشكيله النادي الاهلي شايف ثلاث تغييرات، طبعا وجود اكرم على دكه البدلاء عن المباراه اللي فاتت، يمكن كوكا بيرجع تاني لوسط الملعب، بيرستاو بيبدا المباراه نتيجه غياب طاهر محمد طاهر، وبالتالي انت بتلعب شكلك الطبيعي للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح موجود في الباك اليمين، عندنا بدايل، اعتقاد الشخصي ان هيبقى في بدايل متاحه لكولر في المباراه ديت ان شاء الله، لو مشيت بريتم هو يعني ريتم يقدر يساعده انه يعمل روتيشن كويس في المباراه الصعبه ديت. فانا شايف تشكيل رائع، تشكيل مناسب جدا للمباراه. على الجانب الاخر كمان لا نمهل الجزء الهجومي لفريق البنك الاهلي، عنده اربعه كويسين جدا، ياو انور وعندك محمد ابراهيم وعندك احمد ياسر ريان وعندك كمان اسامه فيصل، اربعه كويسين جدا. اعتقادي الشخص هيكون احمد ياسر ريان هو راس الحربه التارجت، هيلعب ياو انور ده في المركز الجناح اليمين وارد جدا، جناح الشمال ممكن يلعب فيه اسامه فيصل، يعني يلعب جناحين قدام واحد فترات كتيره، ممكن تلاقي اثنين راس حربه بيزود عليهم محمد ابراهيم. عندهم شكل هجومي جيد، وبالتالي لازم نكون احنا واخدين بالنا قوي من هذا الشكل الهجومي عندهم. الترانزاكشن سريع جدا، التحول عندهم سريع جدا، ف يعني الواحد مستني مباراه الحقيقه، مباراه ان شاء الله نستمتع بيها، والنادي الاهلي قادر الحقيقه انه يخرج بالمباراه ديت بهدفه الاساسي ان شاء الله باذن الله. مفيش اصابات ان شاء الله، مفيش اصابات باذن الله، وثلاث نقاط طبعا تضيف لرصيده في الدوري الممتاز.